بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه فيها كواليس وتفاصيل مهمه بالتاكيد، ولكن طبعا بكره انطلاقه دوري ابطال افريقيا، غدا لقاء الذهاب ما بين سان جورج الاثيوبي مع النادي الاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. المباراه تقام على استاد القاهره الدولي نظرا بالتاكيد لعدم صلاحيه ملعب سان جورج في اثيوبيا، وبالتالي اتفق الاهلي مع بطل اثيوبيا على اقامه لقاء الذهاب في القاهره، على ان يقام لقاء الاياب باذن الله يوم الجمعه المقبل ايضا على استاد القاهره الدولي. لقاء الغد سيحضره 30,000 متفرج بعد موافقه الجهات الامنيه على حضور هذا العدد المسموح به في لقاء دوري ابطال افريقيا. تم طرح التذاكر، كل التفاصيل الخاصه بالمباراه بالتاكيد هنتكلم عليها النهارده في برنامج الترند، ولكن النهارده عندنا كواليس كتيره وتفاصيل مهمة، وكمان هنتكلم على إنجاز فريق السلة حاليا اللي متواجد في سنغافورة للمشاركة في كأس العالم للأندية. حلقة فيها كواليس وتفاصيل كثيرة جدا، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف رسالة حضراتكم للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل خوض أول مباراة للفريق في دوري أبطال إفريقيا غدا. رسالة حضراتكم للاعبين والجهاز الفني، تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من رسائلكم للاعبين وأيضا كمان للجهاز الفني قبل خوض غمار منافسات البطولة الإفريقية، البطولة التي فاز بها الأهلي في آخر نسخة على الوداد الرياضي المغربي في كازابلانكا بعد التعادل الإيجابي في المغرب 1-1. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في الترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمباراة سان جورج اليوم، وكمان فريق السلة يلعب على برونزية كأس العالم للأندية، وفي الترند المحلي طائرة خاصة للمنتخب لمعسكر الإمارات. جولة من مباريات اليوم النهاردة السبت الممتاز بداية الأسبوع، وفي جولة في الدوريات الخمس الكبرى. نبدأ بالدوري الإنجليزي، وفي ثلاثة لقاءات بتقام في هذه اللحظات. كريستال بالاس بيستضيف فولهام، لوتين تاون بيستضيف ولفرهامبتون، مانشستر سيتي بيستضيف نوتنغهام فورست. الساعة 7:30 من مساء اليوم برينتفورد بيستضيف إيفرتون، والساعة 10 بيرلي بيستضيف مانشستر يونايتد. نروح للدوري الاسباني، وفي مباراه تقام الان ما بين جيرونا مع ريال مايوركا، وجيرونا متقدم 5-3. الساعه 5:15 اوساسونا هيستضيف اشبيليه، والساعه 7:30 برشلونه هيستضيف سيلتا فيجو. الساعه 10 من مساء اليوم الماريا بيستضيف فالنسيا. نروح للدوري الايطالي، وفي هذه الاثناء ميلان متقدم على هيلاس فيرونا بهدف مقابل لا شيء، وفي الساعه 7 ساسولو بيستضيف يوفنتوس، والساعة 10 إلا ربع لاتسيو بيستضيف موينزا. الدوري الفرنسي، وبعد نهاية برنامج الترند على الساعة 6 من مساء اليوم نانت بيستضيف لوريان، وبريست بيستضيف ليون. الساعة 10 مباراة بريست وليون. الدوري الألماني، ومباراة كلها بدأت حوالي الساعة 4:30، يعني دلوقتي احنا في منتصف الشوط الأول. بايرن ميونخ متقدم على بوخم 3-0، بروسيا دورتموند متعادل سلبيا مع فولفسبورج، يونيون برلين على أرضه متأخر أمام هوفنهايم 0-1، وبروسيا مونشنغلادباخ متعادل سلبياً مع لايبزيج، أوكسبورغ متعادل مع ماينز بتعادل إيجابي 1-1، وفي الساعة 7:30 فيردر بريمن هيستضيف فاكولين. دي مباريات اليوم في الدوريات الكبرى، خمس دوريات: الإيطالي، الإنجليزي، الأسباني، الألماني، الفرنسي. ولكن ماذا عن الشأن المحلي؟ ماذا عن الشأن الإفريقي؟ ماذا عن كأس العالم للأندية لكرة السلة؟ كل التفاصيل دي ولكن بعد الفاصل. قبل ما ادخل اتكلم في اي تفاصيل، مهم جدا نتكلم على انجاز فريق كرة السلة اللي بيسطر تاريخ جديد لكرة السلة في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية ولأي فريق مصري خلال السنوات المقبلة. ليه؟ مفيش فريق في كرة السلة سواء في مصر شارك فيها، سواء البطولة اتنظمت في مصر او بره مصر، أو حتى فريق عربي أو إفريقي فاز قبل كده في مباريات كأس العالم للأندية لكرة السلة. إنجاز الأهلي بالفوز على الفريق الأمريكي يعني كان إنجاز عظيم جدا، سمح للأهلي أن يكون متواجد وينافس على ميدالية برونزية غدا بإذن الله. بطولة كأس العالم لكرة السلة لازم الناس تبقى عارفة للأندية أن هي بتتلعب بنظام ست فرق،
ثلاث فرق في مجموعة وثلاث فرق أخرى في مجموعة تانية. مجموعة الأهلي كانت بتضم فرقتين من دول ليها يعني قدرات كبيرة جدا في إمكانيات الفنية لكرة السلة، فريق من أمريكا، وما بالكم بالتأكيد لما بنتكلم على فرق الـ NBA وفرق الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان فريق برازيلي. كون للأهلي قدر يكون ند قوي ويفوز باللقاء الأول على فريق أمريكي لأول مرة في تاريخ كرة السلة، ده إنجاز في حد ذاته عظيم جدا وكبير جدا جدا جدا. كمان إنك تواجه فريق برازيلي وتبقى ند بالند معاه وتخسر، أعتقد بفرق يعني أنت بتتكلم مثلا بحوالي فرق 20، ده نتيجة في كرة السلة على فكرة مش نتيجة كبيرة، في ظل ما تكون المستويات مش متقاربة. البرازيل في كرة السلة من الفرق الكبيرة جدا، والأندية البرازيلية بتحظى بمتابعة وأداء مميز جدا في بطولات العالم، ولكن كون إنك تلعب أمام الفريق البرازيلي بعد 16 ساعة من مواجهة الفريق الأمريكي، يعني ضغط ولود كبير جدا على فريق النادي الأهلي، ولكن قدرت تعمل مباراة كبيرة ونجحت في الحصول على المركز الثاني بعد ما الفريق البرازيلي كسب الفريق الأمريكي بفارق ضئيل. النهاردة هذه المباراة أقيمت عشان يتحدد ترتيب المجموعة، الفريق البرازيلي في المركز الأول، الأهلي في المركز الثاني، فريق الأمريكي في المركز الثالث، ايجنت الأمريكي في المركز الثالث، وفرانكا البرازيلي في المركز الأول. معنى أنك في المركز الثاني أنا هتواجه تاني المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بنتكلم على فرق برضو ليها باع طويل جدا، فريق من ألمانيا، فريق من الصين، والفريق البحريني. الفريق الصيني خد المركز الثاني بعد ما خسر من الفريق الألماني بنتيجة 111-50. الفريق الصيني خلاص في المركز الثاني، فيواجه الأهلي بكرة الساعة 10 صباحا بإذن الله بتوقيت القاهرة. الفريق الصيني اسمه تشانجيانج جولدن بولز من الصين، هيواجه الأهلي على الميدالية البرونزية غدا في الساعة 10 من صباح يوم الأحد. إنجاز رائع جدا بنهني عليه بالتأكيد بعثة فريق النادي الأهلي لكرة السلة، جهد وتخطيط ومتابعة مميزة جدا لأوجستي بوش المدير الفني الأسباني، اللي الصحف الأسبانية كلها بتتكلم على إنجازه مع الأهلي في بطولة كأس العالم اللي بتقام حاليا في سنغافورة. لما تلاقي الماركة الأسبانية بتتكلم على نتائج الأهلي في كأس العالم لكرة السلة للأندية، دكتور محمد شوقي شفت له تصريحات خلال الساعات الأخيرة سواء من الموقع الرسمي أو حتى عبر شاشة قناة الأهلي، بيتكلم إزاي على يعني التزام البعثة، مفيش غلطة، الناس كلها ملتزمة، الناس كلها عارفة سياسة النادي الأهلي ومدرسة النادي الأهلي في كل الرحلات الخارجية. نتمنى لهم التوفيق يا رب بكرة في تسطير إنجاز جديد وبطولة، كون إنك تحصل على ميدالية في كأس العالم للأندية لكرة السلة، أنا بعتبر ده بطولة. ليه؟ لأن كرة السلة الإفريقية تحديدا وتحديدا من الفرق العربية ما بتشوفش لهم إنجازات ولا ألقاب ولا ميداليات في السنوات الأخيرة. حتى لما تبص على ماتشات كأس العالم لكرة السلة بتواجه وبتشوف نفس النتائج بتبقى بعيدة تماما، ولكن إن شاء الله بكرة يقدر الأهلي يسطر تاريخ جديد زي ما فرقة الكورة سطرت تاريخ طويل جدا في بطولات كأس العالم للأندية. احنا خلاص مقبلين كمان على المشاركة التاسعة في المملكة العربية السعودية، عندنا مشاركة 10 في 2025 بإذن الله في الولايات المتحدة الأمريكية. فالأهلي دايما بيسطر التاريخ، مش في الكرة بس، في الكرة وفي الباسكت وفي الهاند بول وفي الفولي، في كل البطولات وفي كل الألعاب. الحمد لله إدارة النادي الأهلي بتحضر بشكل كويس جدا في الترتيب لكل المشاركات الخاصة بالألعاب الجماعية، بكرة القدم، بكرة السلة، بكل النشاطات اللي احنا شايفينها. الانطلاقة مميزة لكرة السلة، لسه كمان بننتظر مشاركة رائعة لكرة اليد في كأس العالم، وعندنا بإذن الله في ديسمبر كمان مشاركة مميزة لفريق النادي الأهلي كرة القدم في كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا في المملكة العربية السعودية. ده جانب كان لازم أبدأ بيه، وهني فريق الباسكت اللي قدر يعمل نتيجة كويسة جدا ويتأهل لمواجهة تاني المجموعة الثانية على الميدالية البرونزية. نتائج الأهلي في كأس العالم دايما لكرة القدم كلها مرتبطة بالبرونزية، لعل وعسى يكون بداية فريق الباسكت كمان تكون البداية بميدالية برونزية، قدر الله وما شاء فعل. مش عايز أقول لو بتفتح عمل الشيطان، لو كنا كسبنا طبعا، أو إذا ربنا قدر لنا الخير وكسبنا الفريق البرازيلي، لو كان في مساحة وقت للاستشفاء والتجهيز
والتحضير محدش عارف، كان ممكن النهارده نلعب على المباراه النهائيه ونلعب على الميداليه الذهبيه وبطوله كاس العالم، ولكن ضيق الوقت. طبعا بطل افريقيا للاسف هو اللي بيتظلم في بطولات كاس العالم، يجي يلعب اول مباراه بعدها ب 16 ساعه يلاعب فريق اخر، والفريق ده لسه داخل بيلعب اول مباراه. البطوله بتتلعب في الفتره من 21 ل 24، فتره ضيقه جدا، ولكن عهدنا دايما برجاله النادي الاهلي ان هم بيقدروا يحققوا انتصارات في جميع الاصعده وفي جميع المجالات، وبيشرفوا وبيرفعوا اسم مصر وعلم مصر في المحافل القاريه. طيب ده ملف مهم جدا. ملف تاني، وهو يمكن ناس كتير على السوشيال ميديا واخده بالها من التفاصيل، ولكن احنا كمان هنركز على هذه التفاصيل، لان لو رابطه الانديه هتبدا الموسم ان العقوبات ممكن تتاخر نبقى عارفين. يعني الاسبوع الاول انتهى، الاسبوع الثاني هينطلق بعد غد يوم الاثنين 25/9، فالاسبوع الاول انتهى يوم الخميس 21/9، عدى الجمعه والنهارده السبت وبكره الحد، 72 ساعه قبل انطلاق مباريات الاسبوع الثاني. عايزين نعرف بقى مين خالف، مين نزل متاخر، مين ما طلعش السكور شيت وتشكيل المباراه في الميعاد المحدد، الاشتباكات اللي حصلت في احد المباريات، ايه العقوبات اللي المفروض هنشوفها. كل ده احنا منتظرين نشوفه خلال الساعات اللي جايه، لان احنا بنبدا موسم عايزين نبدا فيه صفحه بيضاء، ننسى كل اللي فات ونبدا نشتغل من جديد، نبدا نشوف اخطائنا اللي قبل كده وما نكررهاش تاني، نبدا نحط نظام، مين نفذ شروط الرابطه في الحقوق الاعلانيه، في الحقوق التسويقيه، مين خالف شروط الرابطه، كل الحاجات دي عايزين نعرف العقوبات اللي هتنص عليها او اللي هتقررها لجنه المسابقات في الرابطه او اداره المسابقات، عشان نشوف من بدايه الموسم مين هيلتزم ومين مش هيلتزم، ونشوف العقوبات كذا كذا بناء على نص الماده كذا، مين خالف في حقوق الرعايه فالعقوبه اللي هتطبق عليه كذا كذا. احنا عايزين نشوف بقى لائحه العقوبات والقرارات اللي هتتخذها الرابطه المفروض خلال 24 ساعه، لان مش معقول ومش منطقي نبدا الاسبوع الثاني ولسه الاسبوع الاول ما خرجتش منه اي قرارات، والاسبوع الاول انتهى من يوم الخميس الماضي، كانت اخر مباراه مباراه الزمالك وبيراميدز، عدى الجمعه، النهارده احنا اهو السبت خلاص في اخر اليوم، ما فيش اي قرارات، بكره اخر يوم قبل انطلاق الاسبوع الثاني. يبدا الاسبوع الثاني وندخل عقوبات الاسبوع الاول في الاسبوع الثاني، ده مش شغل بروفيشنال، يعني ده ملوش علاقه خالص بالاحترافيه. فعشان نبدا مسابقه بشكل كويس، التصوير ممتاز، الحدث بيتنظم اداريا بشكل مميز جدا، الحكام ظهروا بشكل كويس في الاسبوع الاول، ولكن لسه التقييم مش دلوقتي، محدش يقدر يقيم نجاح المسابقه او حكام المباريات نجحوا ولا ما نجحوش، كل ده لسه ما نقدرش نتكلم فيه الا بعد الاسبوع السابع والاسبوع الثامن، لكن دلوقتي اي تقييم هيبقى بدري جدا. ولكن الجزء اللي يخضع للتقييم دلوقتي هو الجانب التنظيمي، عندك اسبوع اول خلص العقوبات طلعت ولا ما طلعتش، دخلت على الاسبوع الثاني الاسبوع الاول ما صدرتش عليه اي عقوبات، يبقى كده الاسبوع الاول المفروض ما فيش حاجه، لكن لو اتلعب الاسبوع الثاني وطلعت عقوبات الاسبوع الاول والثاني كده مش هيبقى في نظام ولا هيبقى في احترافيه من اداره المسابقه. الحاجه الثانيه كمان، يمكن انا لفت انتباهي ان صفحه رابطه الانديه طرحت استفتاء على افضل هدف في الجوله الاولى، بيرسيتاو ورمضان صبحي كذا لاعب يعني في استفتاء الجوله الاولى، ويمكن حاليا دلوقتي يمكن بيرسيتاو متفوق بنسبه 72% وباقي على نهايه الاستفتاء حوالي 4 ساعات. ولكن الجزئيه اللي انا عايز اسال عليها، هل خلاص تم الغاء مين افضل لاعب؟ هل تم الغاء افضل، خلاص افضل هدف اوكي، افضل مدير فني، افضل جمهور؟ لو الحاجات دي اتلغت يبقى كويس قوي، لان انا فاكر هنا من نفس المكان في برنامج الترند قلت وطرحت، لو استفتاء افضل لاعب في كل جوله بيسبب ازمه بلاها خالص، بلاها يعني، طالما انت حاطط الامر للتصويت اوكي قدامكم على التصويت. الحاجه الوحيده اللي اتطرحت، الان حان موعد تصويت الجماهير، برايك اي الاهداف هو هدف الجوله الاولى او افضل هدف في الجوله الاولى؟ بيرسيتاو يعني 72%، رمضان صبحي ما كملش حتى 1%، مابولو 26.5%، عبد العزيز السيد يعني بنتكلم في حوالي 7/10، ما كملش حتى 1%. فده كويس ان يكون في طرح لفكره التصويت الجماهير على افضل هدف في الجوله الاولى، ولكن ده اللي اتطرح بس. هل فكره مين افضل لاعب ما تطرحش؟ كويس، ما عندناش مانع، ما عندناش مشكله على فكره،
لو التصويت بيعمل ازمه بلاها خالص زي ما قلت قبل كده. فلو هيطرح افضل هدف ده كويس، مفيش مشكله، حاجه واحده ممكن تطرح والناس تصوت عليها. ولكن لما تطلع النتيجه ولقينا النتيجه عكس التصويت اللي احنا شفناه، لازم يبقى فيه توضيح وتفسير. واحنا في بدايه الموسم، هل تصويت الجمهور هو التصويت الوحيد؟ هل في تصويت فني غير معلن؟ هل في راي للكباتن او المديرين الفنيين في الدوري؟ هل في راي لجنه فنيه؟ لازم يبقى في شفافيه على فكره في الحاجات اللي زي دي. الحاجات اللي زي دي على فكره جزء من نجاح منظومه الدوري العام. طبعا الاسبوع الاول كل المباريات شهدت اهداف على فكره، مفيش مباراه انتهت بالتعادل السلبي. اكبر نتيجه كانت مباراه الاهلي والمصري، الاهلي فاز باربع اهداف مقابل لا شيء. الاهلي حاليا هو في صداره الدوري بثلاث نقاط ورصيد الاهداف. طبعا في مباراتين انتهوا بالتعادل، سموحه والجونه 1-1، زمالك وبيراميدز 2-2. قدامكم على الشاشه دي نتائج الاسبوع الاول. اول لقاء كان الجيش كسب البنك الاهلي 2-0، زد كسب الاسماعيلي 1-0، الاهلي 4-0 على المصري، الداخليه ام بي 1-0 الداخليه، البلديه حقق مفاجاه وكسب المقاولين في ملعب المقاولين 0-2، فاركو مودرن فيوتشر كسب فاركو في اسكندريه 2-0، سموحه والجونه 1-1، زمالك وبيراميدز 2-2، واتحاد سكندري وسيراميكا 1-0. وترتيب الجدول زي ما قلت، الاهلي في الصداره بثلاث نقاط واربع اهداف، يلي البلديه والجيش ومودرن فيوتشر. لسه بدري طبعا على ترتيب الجدول، ولسه بدري على موضوع المنافسه. برضو الناس كانت شايفه ان تعادل الزمالك والبيراميدز كويس في اطار المنافسه، وانا بقول يا جماعه لسه بدري. يعني مش معقوله من الاسبوع الاول هنقول تعادل فرقتين مع بعض ده شيء ايجابي، لا لسه بدري، لسه بدري، ده الاسبوع الاول ولسه في حوالي 33 اسبوع. يحيينا كده ويحييكم ويديكوا طول العمر، تشوفوا نهايه الدوري ان شاء الله على نهايه عام 2024، لان الكاس كمان كاس مصر نهائي 2022 هيتلعب في مارس 2024. بعد ما كان عندنا ديلي سنه، دلوقتي الديلي بقى سنتين، فربنا يستر الدوري ده ما يخليش الديلي ثلاث سنين خلال الفتره اللي جايه. ده الشان المحلي. طيب الشان الافريقي، والاهلي بكره عنده مباراه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، والمباراه هتكون مع فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي. المباراه دي كان من المقرر اقامتها في اديس ابابا، ولكن الملاعب هناك او ملعب سان جورج غير صالح، وبعد ما تم اعتماد الملعب كان فريق سان جورج خلاص اتفق مع النادي الاهلي على اقامه اللقاء في القاهره. فغدا اللقاء ان شاء الله الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. التذاكر اتطرحت، تم طرح حوالي 30,000 تذكره. المباراه هيديرها طاقم تحكيم من تشاد، ولكن دلوقتي في هذه اللحظات التدريب الاساسي والرئيسي للنادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره، ويعقب على طول المران الدخول في معسكر مغلق. كل التفاصيل بالتاكيد هروح مباشره الى الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك واستعدادات الفريق للمواجهه الافريقيه غدا امام فريق سان جورج. كان محمد الفريق بدا الاستعداد مباشره عقب نهايه مباراه المصري في الاسبوع الاول من الدوري العام، كان زي ما كنا متابعين مع بعض الفريق اتدرب على طول يوم الاربعاء هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره، كان طبعا تدريب استشفائي للمجموعه اللي لعبت بشكل اساسي هذه المباراه، بقيه اللاعبين يمكن طبعا يعني عمل مزج بينهم كده مثلا مارسيل كولر وبعض لاعبي فرق الشباب في النادي الاهلي مواليد 2003 2005 و2006 ولعبوا زي مباراه وديه او تراي ماتش في نفس اليوم. يوم الخميس كان اجازه، بالامس على طول الجمعه الفريق استأنف تدريباته مره اخرى، يمكن كان تدريب قوي شارك فيه جميع اللاعبين، والنهارده باذن الله رب العالمين هيبقى التدريب الاخير. يمكن التدريب هيبتدي فيه تمام السابعه مساء محمد، طبعا هيسبق التمرين محاضره بالفيديو للمدير الفني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في غرفه المحاضرات طبعا لدراسه فريق سان جورج الاثيوبي منافس النادي الاهلي باذن الله في مباراه دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا في نسخته الجديده، ومن بعدها على طول اللاعبين هينزلوا الملعب لاداء التمرين. في البدايه طبعا كالمعتاد هيبقى تمرين بدني قوي جدا، ومن بعده طبعا هيتم اغلاق التمرين لبعض الجمل التكتيكيه والفنيه وبعض الجمل اللي هانوا المدير الفني باذن الله تطبقها في مباراه الغد اللي زي ما انت ذكرت هتبتدي ان شاء الله على استاد القاهره في تمام الثامنه مساء. عقب التدريب محمد على طول هيتم اختيار قائمه المباراه من 21 لاعب للمبيت في احد فنادق القاهره الجديده استعدادا للمباراه ان شاء الله. يمكن بقى برنامج الفريق من النهارده الى بدايه المباراه هيكون في وجبه العشاء في فندق الاقامه النهارده في تمام العاشره مساء، وبكره الصبح ان شاء الله الفريق هيبتدي يومه في 11 صباحا وجبه الافطار، ومن بعدها تدريب خفيف في الفندق زي ما عودنا مستر مارسيل كولر في الساعه
12:30 ظهرا، والغداء هيكون فيه تمام الرابعة، والمحاضرة الفنية الأخيرة هتكون فيه تمام الساعة 6:45، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراة استاد القاهرة الدولي، وإن شاء الله ضربة البداية لنسخة جديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله نكون موفقين فيها محمد، والصعود لدوري المجموعات، ومن ثم يعني مواصلة المسيرة والمشوار نحو النجم ال 12 في تاريخ النادي الأهلي، ليبقى النادي الأهلي دائما على عرش أفريقيا، ويبقى دائما متربع بفرق كبير جدا على أقرب منافسيه بإذن الله رب العالمين. طيب توفيق، عندي مجموعه من الاسماء هنا لعدد من اللاعبين، المواقع كلها بتتكلم ان هم بنسبه 100% مش هيكونوا موجودين في مباراه بكره. مثلا يعني كريم ندفت، خالد عبد الفتاح، تاو، السوليه، متولي، الخمسه نتيجه الاصابه وعدم الجاهزيه بالنسبه للمباراه. موديست كلنا عارفين طبعا لعدم قيده في القائمه الافريقيه اللي كان اخر ميعاد للمشاركه في هذه المباراه نهايه 8. ورضا سليم لتطبيق قرار ايقافه مباراه بسبب طبعا طرده امام في مع الجيش الملكي في اخر مباراه في النسخه الافريقيه في كاس الكونفدراليه العام الماضي، وبالتالي تطبيق العقوبه للمباراه الثانيه هتكون امام سان جورج في لقاء الذهاب، ولكن هيكون متاح في لقاء العوده. في اسماء اخرى غير الاسماء دي، او في اسم من الخمسه اللي ذكرتهم في البدايه وارد يتم تحضيره وتجهيزه في مباراه بكره، بالاضافه لاكرم توفيق، لو عندك تفاصيل بخصوص متى يتم الدفع باكرم وجاهزيته للمشاركه مع الفريق. يعني خلينا ناخد الاسماء واحده واحده كده يا محمد. يمكن مودست طبعا ورودا سليم فخلاص بنسبه 100% هم خارج المباراه، نظرا طبعا لظروف القيد بالنسبه لمودست والايقاف بالنسبه لرودا سليم. كريم نيدفيد، عمرو السوليه، محمود متولي فبرضه بنسبه 100% نظرا لاصابتهم وعدم دخولهم التدريبات الاساسيه في هذه المرحله. خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق يمكن موجودين في التدريبات الاساسيه، الدفع بيهم امتى؟ دي بتاعه مستر مارسيل كولر لما يشوف ان اللاعبين خلاص في لياقه مباريات، في استعداد سواء بدني او فني ان هم يكونوا موجودين في التشكيل فيبقوا موجودين، فاعتقد برضو بنسبه كبيره هم خارج قائمه المباراه. بيرسي تاو يمكن اتكلمنا في يعني في اصابته من البدايه كانت كادمه في العضله الاماميه، دكتور احمد يمكن عمل له جلسه كده في العياده هنا في النادي الاهلي يوم الاربعاء امبارح، كان في تيست بعد التيست نزل شارك في جزء من التدريبات، مشاركته من عدمها هيتم حسمها في مران اليوم اللي ان شاء الله زي ما قلت لك هيبتدي فيه تمام السابعه مساء، من الوارد جدا يكون في قائمه المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني والطبي والتنسيق ما بينهم وطبعا اداؤه في التدريبات الجماعيه النهارده. دي يعني كل الاسماء تقريبا اللي احنا اتكلمنا فيها، ده بشكل واضح جدا اللاعبين اللي حسم خلاص عدم وجودهم في القائمه حسم. اعتقد ان اقرب حد من الاسماء اللي انت قلتها محمد ان شاء الله يكون موجود في قائمه المباراه ويكون داعم لزملائه باذن الله في مباراه الغد هو بيرسي تاو، وان شاء الله نطمن عليه في التدريب الاخير النهارده وباذن الله ان شاء الله يكون يعني معافى تماما وباذن الله يكون موجود، خاصه ان بيرسي تاو زي ما احنا شايفين في مباراه المصري كان عامل اداء اكثر من رائع واحرز هدفين، وزي ما انت كنت بتقول في مقدمتك الهدف بتاعه كمان بينافس على احسن هدف في هذه الجوله، ان شاء الله موجود وكل اللاعبين اللي يكونوا موجودين ان شاء الله في قائمه المباراه يقدم عليهم وان شاء الله يحققوا الهدف والفوز بنتيجه مريحه كمان قبل مباراه العوده والصعود طبعا لدوري المجموعات والمواصله ان شاء الله لهدف النادي الاهلي وهدف جمهور النادي الاهلي هو الظفر بالبطوله باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره في اطار الاستعدادات الخاصه بتجهيز الفريق لمباراه الغد امام سان جورج في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. قبل ما اطلع لفاصل عنده نقطتين مهمين جدا. منهم نقطتين متعلقين بجمهور الاهلي، انا عارف ان ناس كتيره بتحب تعرف التفاصيل. اولا تذاكر بكره يمكن الاداره الحمد لله طرحتها باسعار مناسبه جدا في ظل طبعا ان العدد المتاح بكره 30,000 متفرج، وده رقم انا شايفه جيد جدا في ظل سعي الاداره لحضور عدد كبير جدا من الجماهير في المباريات الافريقيه، وانت كمان داخل على مباريات الدوري الافريقي السوبر ليج وهتبقى ملزم بحضور الساعه الكامله. استاد القاهره ان شاء الله هيستضيف مباريات الاهلي في السوبر ليج الساعه الكامله، انت بتتكلم في حوالي 60-70,000 متفرج، فلما تبدا ماتش سان جورج في الدور التمهيدي ب 30,000 ده بيديني مؤشر كويس جدا ان باذن الله الفتره الجايه هيكون في تحرك افضل على المستوى الحضور الجماهيري في البطولات الافريقيه. اسعار التذاكر الدرجه الثالثه 75 جنيه، الدرجة الأولى 150 جنيه، المقصورة الأمامية 350 جنيه. وعايز أقول حاجة يعني ممكن تسعد جماهير النادي الأهلي سواء اللي في مصر أو حتى في المملكة العربية السعودية. النهاردة إحنا بنتكلم 23/9. بعد 72 ساعة إن شاء الله الفيفا هيعلن عن تذاكر أو فتح باب التذاكر الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية. وأولى مباريات الأهلي يوم 15/12 في مواجهة الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي نيوزيلاند، وبالتأكيد اتحاد جدة عنده حظوظ كبيرة إنه يتأهل ويبقى منافس الأهلي في مباراة 15/12. يمكن عملت اتصالات مع مسؤولين في اللجنة المنظمة في السعودية
والأسعار اللي هتطرح خلال 72 ساعة بخصوص تذاكر كأس العالم للأندية هتبقى أسعار جيدة جدا جدا جدا. يعني أنا مش مسموح ليا دلوقتي أقول الأسعار حرصا طبعا على المصادر اللي قالوا لي ما نتكلمش في أسعار لغاية لما الفيفا يعلن، ولكن الأسعار في متناول الجميع، في متناول الجميع. محدش بس يقارنها بتذاكر كأس السوبر الإفريقي، ده كان ماتش والقيمة التسويقية لمباراة السوبر الإفريقي أقل بكتير من كأس العالم للأندية، ولكن كأس العالم للأندية أعلى تذكرة، أعلى تذكرة، يعني أنا مش هقول أسعار التذاكر كلها، بس أعلى تذكرة اللي هي الدرجة الأولى مش هتعدي ال 100 ريال، أعلى تذكرة مش هتعدي ال 100 ريال، فالأسعار التذاكر هتبقى مناسبة جدا جدا للجماهير المصرية، سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى جماهير الأهلي هنا في مصر، عشان اللي عايز يشارك واللي عايز يحضر واللي عايز يسافر بإذن الله يحضر مباريات كأس العالم للأندية. فخلال 72 ساعة الفيفا هيعلن، وأعلى تذكرة مش هتعدي ال 100 ريال، فالأسعار كلها هتبقى في متناول الجميع، ودي يمكن معلومة من أحد المصادر في الاتحاد السعودي وفي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. الحاجة التانية وهي برضو تخص جماهير الأهلي، أنا عارف الجمهور دايما بيكون حريص على متابعتنا ومتابعة شاشة الأهلي وبرنامج الترند. الساعات الأخيرة المواقع كلها بتتكلم على إن في عروض لمارسيل كولر، وإن كولر بيناقش وبيبحث في العروض اللي جاية له من بعض الأندية العربية وتحديدا في الدوريات الخليجية. عايز أطمنكم إن كولر مرتبط بتعاقد مع النادي الأهلي، كولر لم يبدي أساسا أي فرصة لمناقشة أي عرض، كولر كل تركيزه مع الأهلي الاستمرار خلال الفترة اللي جاية، كولر رغم نجاحاته الكبيرة جدا مع النادي الأهلي لكنه مبسوط جدا بالتعاون اللي ما بينه مع قطاع الكورة ومع الكابتن محمود الخطيب خلال الفترة الحالية. فكل الكلام اللي بيتكتب في السوشيال ميديا بلاش يصدر لكم أي قلق أو أي تخوف. مش هتكلم على البنود التعاقدية، الراجل مرتبط بعقد مع النادي الأهلي والراجل لسه مستمر مع النادي الأهلي، وعاده لسه مستمر مع النادي الأهلي لفترة طويلة كمان، ولكن الراجل أصلا مش بيفكر في التفاصيل دي ولم يفتح باب المفاوضات مع أي حد. كولر كل تركيزه إزاي يقدر يحقق نفس الإنجازات اللي اتحققت العام الماضي، وزي ما انتم شايفين كل 72 ساعة مباراة وبطولة، مش مباراة ده كل 72 ساعة بطولة، بطولة مختلفة، السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة، الدوري العام مباراة المصري، بكرة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع اللي جاي عندك ماتش إنبي في كأس مصر، بعدها بأسبوعين رايح للسوبر ليج ماتش سيمبا التنزاني، فأنت كل 3 أيام بطولة مش ماتش، بطولة مختلفة عن البطولة اللي أنت بتلعب فيها، وراجل عنده كأس عالم أندية، فطموحاته كبيرة جدا مع النادي الأهلي، فمحدش يقلق، البعض بيحاول يجتهد، البعض بيحاول يجيب معلومة، أنا واثق إن البعض بيحاول يجيب أخبار ومعلومات، ولكن أنا عايز أطمن جمهور الأهلي محدش يقلق، محدش يعني يحاول يتفاعل مع الأخبار اللي ممكن فيها تعاقدات للعيبة أو مدير فني، في استقرار في استمرار للمدير الفني مع النادي الأهلي، والراجل أساسا ما بيفكرش في أي عروض، كل تركيزه مع الأهلي الفترة اللي جاية، وده طبيعي ومنطقي على فكرة، ده طبيعي من أيام مستر مانويل جوزيه، جوزيه وهو مع الأهلي كان بيجي له عروض من المنتخبات ومن الأندية، وجاله عروض من أندية سعودية، وراح بعد كده راح بعد فترة درب منتخب أنجولا، وراح درب في السعودية بعد فترة، ولكن أثناء تعاقده مع الأهلي كان كل تركيزه مع الأهلي. نفس الأمر حاليا مع كولر، هيجي له عروض وهتفضل العروض تيجي لمدرب الأهلي، لأنه هو مدرب الأكبر فريق في إفريقيا وفي الوطن العربي، وبالنجاحات اللي بيحققها طبيعي جدا تجي له عروض، ولكن هل هو بيفكر فيها؟ لا. هل هو مستقر مع النادي الأهلي وشايف استمراريته مع النادي الأهلي أفضل بكتير؟ نعم. فمحدش يقلق خالص من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، أنا شايف كلام كتير جدا سواء على تويتر أو حتى في الفيسبوك. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. البداية في آخر أخبار الترند هتكون مع ترند الأهلي، وأول حاجة في ترند الأهلي الموضوع اللي كنت بتكلم عليه من شوية وعامل بلبلة شوية على السوشيال ميديا، فكرة العروض اللي بتلقاها مارسيل كولر من العديد من الأندية في الدوريات الخليجية وتحديدا من الدوري السعودي. البداية من كورة بلس، بيقولوا خبر الشباب السعودي يعرض على كولر 8 مليون دولار سنويا وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي، والمدرب يميل للرفض. ده مصدر خاص لكورة بلس. زي ما قلت لحضراتكم يمكن طبيعي تلاقي في عروض جاية من بعض الأندية الخليجية وتحديدا من الدوري السعودي، في حركة تنقلات لبعض المدربين ممكن ما بينجحوش في البداية مع الأندية السعودية، خاصة الأندية
اللي صرفت كتير جدا عشان تعمل تعاقدات على اعلى مستوى، فبالتالي نتائج بعضهم لسه مش جيده. فعلى طول اول تفكير بيكون ناحيه الدوري المصري، مدربين الدوري المصري. وعلى فكره في فترات طويله جدا في مدربين اشتغلوا في الدوري المصري وكانت خطوتهم التاليه بعد الدوري المصري كانت الدوري السعودي. مش شرط يكون في انديه كبيره، ولكن في انديه اخرى. يعني مثلا بيتسو موسيماني لما انتقل من النادي الاهلي راح درب اهلي جده لما كان ساعتها في الدوري الدرجه الثانيه قبل ما يصعد للدوري الممتاز او دوري روشن السعودي، وكان بيتسو هو السبب في صعود اهلي جده. كارتيرون في فتره من الفترات راح اشتغل في الدوري السعودي. اكتر من مدرب. كولر اكيد بيتلقى عروض، ولكن الشيء المهم في هذه المساله ان كولر اساسا لا يناقش ولا يفتح اي مجال لباب المفاوضات، والموضوع بالنسبه له مغلق للتركيز مع الاهلي واحترام تعاقده مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه، فمحدش يقلق من الجزئيه دي. طيب نروح بقى لحساب سوفا سكور، وسوفا سكور عامل تشكيل مثالي للمرحله الاولى من الدوري المصري. الميزه في التشكيل ان في ثلاث لعيبه من الاهلي، علي معلول، امام عاشور، بيرسي تاو، واخدين في حراسه المرمى الزنفولي، باسم علي، محمد رزق، تريكا، معلول، في امام عاشور، عبد الله السعيد، حمدي من انبي، بيرسي تاو، اشرف، وكمان عادل من بيراميدز، ابراهيم عادل من بيراميدز. فريق الاسبوع بالنسبه لهم هم شايفين ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، امام عاشور، بيرسي تاو، علي معلول، وقدام طبعا في الهجوم ابراهيم عادل مهاجم بيراميدز مع حسام اشرف مهاجم بلديه المحل. طيب ده تشكيل سوفا سكور. طيب نروح لرابطه الانديه والمساله اللي كنت بتكلم عليها، افضل لاعب او افضل هدف، افضل هدف في الجوله. يعني قبل غلق باب التصويت باربع ساعات و15 دقيقه بيرسي تاو في الصداره 72%، رمضان صبحي 9/10، مابولو 26.5، وعبد العزيز السيد 7/10. يمكن عدد الناس اللي صوتت حتى الآن بيقترب من حوالي 50,000، ولكن تقريبا يعني 47,921 صوت، رقم كبير جدا على فكرة. المصري الرياضي بيقول إن الأهلي هيفقد 7 نجوم أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا. دي الجزئية اللي كنت بتكلم فيها من شوية مع زميلنا محمد توفيق، بنتكلم عن كريم نيدفيد متولي السولية بسبب الإصابة، خالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية مؤقتا، موديست العدم قيده، بيرسي تاو اصابه في العضله الاماميه كدمه قويه، ورضا سليم ليه قرار ايقاف. طيب نروح لحساب الوطن الرياضي بيقولوا نتاكد غياب بيرسي تاو عن مواجهه الاهلي وسان جورج في دوري الابطال. الوطن سبورت حسم المساله، ما انتظرش لنهايه التدريب النهارده وقال لك لا، بيرسي تاو هيخضع للتاهيل حاليا لان عنده كدمه شديده في العضله الاماميه، وبالتالي لن يستطيع المشاركه في لقاء سان جورج الاثيوبي. حساب اليوم السابع بعد الإصابات والتغييرات دي أو الغيابات دي، اليوم السابع بيقول إن كولر هيجري تغييرات في تشكيل الأهلي أمام بطل إثيوبيا في دوري الأبطال. يعني أنت بتتكلم مثلا لو بيرسي تاو مش موجود هيبقى مثلا موجود حسين الشحات، موديست مش موجود هيكون موجود كهربا. هي دي الفكرة، يعني الغيابات اللي عندك إزاي هتقدر تعوضها بلاعبين آخرين، نتيجة طبعا إن المشاركة الإفريقية غير مرتبطة تماما بالعقوبات المحلية، لأن ماتش المصري ما لعبش حسين ولا كهربا، ولكن مشاركتهم في إفريقيا ما فيهاش أي أزمة خلال الفترة القادمة. طب المصري الرياضي بيتكلم على أن محمد شريف ينعش خزينة الأهلي بـ1,600,000 دولار. يعني فيما معناه لما محمد شريف انتقل من الأهلي إلى الدوري السعودي في مستحقات تصل لحوالي 1,600,000 دولار المفروض تكون دخلت خزينة الأهلي خلال الفترة الحالية. طب نروح كمان لحساب يلا كورة، وبيتكلموا على انجاز فريق الباسكت في الاهلي، انجاز تاريخي. سله الاهلي تتلقى هديه برازيليه تضعها في مباراه برونزيه المونديال. المارد الاحمر على موعد مع ميداليه تاريخيه في كاس العالم للانديه. فريق فرانكا البرازيلي كسب ايجنت الامريكي 98-89. يعني بنتكلم في 9 نقاط في الباسكت على فكره، ده رقم يعني ممكن يتضرب في 3 ثواني أو 4 ثواني. 3 رميات ثلاثيه تضيق الفارق وتعمل تعادل، فالنتيجه دي تاكد لك ان الفريق الامريكي فريق قوي، لان الاهلي كسبه بسكور كويس جدا. حتى لما الاهلي لعب الفريق البرازيلي فريق فرانكا قدر كمان يعمل معاه مباراه كبيره، لولا بس الاجهاد والوقت مضيق ما بين المباراتين كان الاهلي ممكن يعمل انجاز تاريخي اخر ويكسب ويتاهل الى المباراه النهائيه. ولكن فوز الفريق البرازيلي على الفريق الامريكي خلى الاهلي في المركز الثاني عشان يلعب بطل الصين
على تحديد الميدالية البرونزية بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة. كمان في الجول اتكلم على فريق الباسكت في الأهلي وقال إيه؟ المارد الأحمر يسطر التاريخ بين كبار العالم في كرة السلة. الأهلي يحجز مقعدا في المنافسة على برونزية كأس العالم لكرة السلة بعد تغلب فرانكا البرازيلي على إيجنت الأمريكي في ختام دور المجموعات 98-89. يتحدد منافس الأهلي عن المجموعة الثانية عقب إقامة المباراة الختامية الساعة 2 العصر، والمباراة اتلعبت وتحدد بشكل رسمي. الأهلي هيلاعب الفريق الصيني اللي خسر من الفريق الألماني بفارق أكتر من 50 نقطة 111-51. الأهلي هيلعب بكرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة. كل التوفيق يا رب لكتيبة أوجستي بوش المدرب الأسباني لفريق الباسكت في النادي الأهلي في تحقيق ميدالية عالمية في كرة السلة. هيبقى إنجاز لم يتحقق من قبل سواء على المستوى العربي أو حتى على المستوى الإفريقي أو حتى كمان على المستوى المحلي، لأن الزمالك لما شارك قبل كده خسر الثلاث ماتشات وخرج خالي الوفاض رغم أن البطولة أقيمت في مصر في السنوات الماضية. طيب نروح بقى للترند المحلي. واليوم السابع اتكلموا على معسكر منتخب مصر في الإمارات اللي هيتنظم في مدينة العين في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر. في طيارة خاصة هتنقل منتخب مصر لرحلة الإمارات لخوض مباراتي زامبيا والجزائر، ماتش زامبيا يوم 12/10 وماتش الجزائر يوم 16/10 على استاد هزاع بن زايد في العين. طب حساب بطولات اتكلم على سبب استدعاء لاعب منتخب مصر في المعسكر الأخير وتقييم روي فيتوريا ليه. هنا بيتكلموا على ان روي فيتوريا استدعى سام مرسي لاعب أوبسيتش تاون الإنجليزي عشان يشوف مستواه. كلام على عهدة بطولات بيقولوا ان سام مرسي لم يقنع المدرب البرتغالي روي فيتوريا وكان ترتيبه في المركز الأخير ما بين لاعبي خط الوسط بعد أداء معسكر شهر 9، وبالتالي طبقا لمنشور في موقع بطولات بالتحديد صعب جدا نشوف سام مرسي في معسكر منتخب مصر في شهر 10 المقبل. طب نروح للترند العالمي. وحساب المصري الرياضي بيتكلموا على أن محمد صلاح بيتطلع لفك النحس أمام وستهام يونايتد. طبعا محمد صلاح لم يتمكن من التسجيل في آخر أربع مباريات ما بين ليفربول أمام وستهام. فريق الهامرز وستهام صلاح دايما بيجد معاناة في إحراز هدف معاه. آخر صناعة للهدف أو صناعة هدف لليفربول بتوقيع صلاح كانت في موسم 2021-2022 لما صنع هدف في خسارة ليفربول أمام وستهام بنتيجة 2-3 في الجولة 11. من منذ هذه المباراة لغاية دلوقتي صلاح في أربع مباريات لم يسجل في مرمى وستهام. لذلك النهاردة هنشوف يعني إيه اللي ممكن يعمله صلاح بعد أربع مباريات، ممكن يفك اللغز ده أو يفك النحس ده ولا لأ. لأن ده رقم من الأرقام السلبية. صلاح عنده أرقام إيجابية كبيرة جدا، ولكن الرقم السلبي مرتبط أنه أربع مباريات ما سجلش في وستهام. يعني شوفوا حتى الأرقام السلبية مدى جمالها، أنك دايما بتسجل في كل الفرق بس لما تغيب عن تسجيل في فريق معين 3-4 ماتشات بيعتبروا رقم سلبي. طيب في تصريحات مهمة جدا لريو فيرديناند وآيان رايت. ريو فيرديناند طبعا ده الأسطورة في مانشستر يونايتد، وآيان رايت ده أسطورة في أرسنال، وبيقارنوا ما بين فينيسيوس لاعب ريال مدريد وصلاح النجم المصري في ليفربول. فيرديناند بيقول إيه؟ هي نهايات مختلفة من حياتهم المهنية. صلاح لم يصل إلى النهاية. أعتقد أن فينيسيوس سيجلس هناك في الريال يعني، ويقول إذا تمكنت من تسجيل الأرقام بشكل ثابت مثل محمد صلاح فسوف أحظى بمسيرة رائعة. آيان رايت كان ليه رأي يعني حاسم. أعتقد أنه لا يجب أن أختار أي شيء آخر غير صلاح. لقد دخل هذا الرجل للتو في الخط السريع ولا يزال يضع قدمه على الدواسة، ولهذا السبب يعرض هؤلاء الأشخاص أموالا مجنونة لضمه. سأقول محمد صلاح على ما فعله. فيرديناند اتفق مع آيان رايت في نهاية التصريحات وقال اتفق معه، واختياره هيكون صلاح على حساب فينيسيوس. طب السؤال اللي طرحناه في البداية، بكرة انطلاقة دوري أبطال إفريقيا والبطولة دي الأهلي هو الفائز بآخر نسخة على الوداد المغربي. رسالة الجماهير للعيبة وللجهاز قبل انطلاق المشوار غدا. أستاذ فتحي بيقول كونوا أبطال كما عهدناكم وابدأوا مشواركم بحماس وروح الأهلي لتحقيق الفوز والعلامة الكاملة حتى تسعدوا الملايين في كل أرجاء العالم، وبالتوفيق إن شاء الله. أستاذ سامي بيقول تحياتي أستاذ محمد فريق العمل، الرسالة التركيز الشديد، اللعب بكل قوة وجدية كعادة لاعبي الأهلي، الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف لتكون بداية قوية في مشوار دوري أبطال إفريقيا، ورسالة تحذير لباقي الفرق
والرسالة للجهاز الفني أن يضع دائما نصب عينيه مباراة اتحاد العاصمة. يعني أستاذ سامي بيقول كدرس عشان ما تحصلش نفس الأخطاء. أستاذ أحمد بيقول بالتوفيق إن شاء الله يا أبطال، وتكون بداية قوية وفوز كبير ليعرف كل ما في القارة قيمة ومقدار الأبطال. بجري كده في الرسائل بسرعة. أستاذ عبد الله مساء الخير، رسالة للعيبة الأهلي: البطل لا ينظر للماضي ولا بما فعلوا في الماضي، إنما ينظر للحاضر والمستقبل. أنتم أبطال، نحن نثق فيكم، كونوا كما عهدناكم أبطال. إياكم والغرور والتعالي، الكرة لا تعرف إلا العطاء في المستطيل الأخضر، خلفكم شعب الأهلي، أفريقيا يا أهلي. كلام إيجابي جدا. أستاذ محمد ماهر بيقول التركيز ثم التركيز، احترام الخصم، ما بينكم سن خليها المنافس يعني، كعادة الأهلي، أن يضع الجميع كأس البطولة أمام أعينهم. تحياتي شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا بجد على تقدير الجماهير وتفاعلهم مع الأسئلة اللي موجودة في برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى غدا في برنامج الترند قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا. شكرا وإلى اللقاء.